أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم صارت أجواء غير مستقرة في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية، لكن خلال الساعات القادمة تحديدا خلال يوم الاثنين تكون الأحوال الجوية غير المستقرة هذه المرة في المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة، وتتراجع شدة هذه الأجواء غير المستقرة في المنطقة الشمالية. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء مستقرة غيوم متفرقة، 16 درجة مئوية، الملموسة 15، رطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية غربية نشطة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 20-10، عرعر 19-11، وتبوك طقس صافي 21-9 درجات مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 24-14، جدة 26-21 مع طقس صافي، مكة المكرمة 28-19، والطائف 21-13 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية أحوال جوية غير مستقرة، الباحة زخات رعدية من الأمطار 13-10، أبها 19-12، وجازان 31-25 درجة مئوية مع فرصة لزخات من الأمطار. المنطقة الشرقية الدمام أحوال جوية غير مستقرة خلال فترة الصباح 25-16، حفر الباطن 23-10، والإحساء 32-14 درجة مئوية. أخيرا عن المنطقة الوسطى العاصمة الرياض أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات من الأمطار 27-13، بريدة 23-10، وحائل 19-7 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.